مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز. النهارده هيكون معانا كل الاخبار اللي الناس كانت بتتكلم فيها على مدار الاسبوع، ودلوقتي هنبدا الحلقه بفقره ترندز اوف ذا ويك. اول ترند هيكون معانا النهارده هو طبعا رحيل الفنان هشام سليم. ثاني ترند هيكون مهرجان القاهره للدراما. ثالث ترند معانا هو اسطوره التنس روجر فيدرر. رحل من أيام الفنان الكبير هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان، ويمكن الفنان الراحل كان فضل أنه هو يبتعد عن كل الأضواء أثناء فترة إصابته بالمرض. رحيل هشام سليم كان صدمة لعدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني ولجمهوره كمان، وشفنا كلنا عدد كبير من الفنانين كتبوا على صفحاتهم كلمات نعي صادقة جدا بتعبر عن حزنهم الحقيقي على وفاة هشام سليم. يمكن كمان كان أكتر كلمات أثرت في الناس النعي اللي كتبته شريهان وقالت فيه: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق، ولكن عزائي إني كنت معك وكنت معي. مش بس الفنانين اللي نعوا بكلمات مؤثرة الفنان هشام سليم، لكن كمان كتير جدا من جمهوره ومحبيه كتبوا كلمات بتعبر عن حزنهم الحقيقي على رحيل الفنان الكبير هشام سليم. وطبعا كلنا بنعزي أسرة الفنان الراحل وبندعي له بالرحمة والمغفرة. أما تاني حاجة اتصدرت الترند الأسبوع ده فكانت مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، واللي حققت نجاح كبير جدا على المستوى الجماهيري. يمكن أكتر حاجة أثرت في الناس وأشادوا بيها جدا كانت فقرة تكريم الفنانين اللي اشتهروا بأدوارهم الثانوية، وطبعا دي لقطة عظيمة جدا إن الفنانين دول يكرموا ونشوف السعادة اللي كانوا فيها. رحبوا معانا بالمبدعين الرائعين اما تاني حاجه في المهرجان اتصدرت الترند فكان تكريم العمده الفنان الكبير صلاح السعداني عن مجمل اعماله، وكلنا طبعا بندعي له بالصحه وطول العمر. طيب تعالوا بقى نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل معاكم باقي اخبارنا في ترندز اوف ذا ويك. توقعت انه هيبقى مبهر كده، وبصراحه انا مبسوطه قوي من المستوى اللي انا شايفاه جدا في كل حاجه، في كل تفصيله على فكره، التفاصيل حلوه جدا وحاجه تفرح. انا طبعا سعيد جدا جدا بان يبقى عندنا مهرجان بهذه القوه بهذا الشكل بهذا التنظيم. كل المهرجانات دي بتساعد على صناعه المنافسه، ومصر طول عمرها في هي اللي في الرياده يعني، فحتى لو في احنا في شويه كده تراجعنا سيكا، انما لا يعني مصر هي مصر يعني، هنفضل طول عمرنا احنا الدراما اللي هي بتبقى في الوجدان. بس زي دايما ما بقول، اي مهرجان او اي مؤتمر فائدته الاولى هو ازاي اطور الصناعه. فلو هذا المهرجان هيقدر يطور الصناعه، صناعه الدراما في مصر، فاهلا وسهلا بيه. حاجه عظيمه وحاجه جميله، ولا اكنك في مهرجان عالمي يعني. انت شايف الحكايه عامله ازاي، وده يعني بدايه الحكايه، لسه جوه في مواضيع تانيه كتيره جدا هتعبر عن قيمه هذا المهرجان المحترم اللي بيرقصه دكتور يحيى الفخراني وبترعاه الشركه المتحده. انا ليه استنى للي جاي؟ انا دلوقتي عايزه استمتع بوقتي، عايزه استمتع بزملائي، عايزه استمتع بالناس اللي هتتكرم، اللي يحق لهم يتكرموا ان هم عملوا شغل ورا الكاميرا. بدايه قويه، ومبروك للمهرجان والدوره الاولى. سعيده جدا جدا بيه، ومبسوطه ان انا موجوده في الدوره الاولى. بحس ان احنا تعبنا قوي قوي في مسلسلات رمضان، ف بنعمل حاجه دلوقتي مهرجان كبير للمسلسلات، ده بسطني قوي قوي.
ولسه مكملين معاكم فقره ترندز اوف ذا ويك. شايفين الصوره اللي معانا دي؟ دي كانت واحده من اكتر الصور اللي اتصدرت الترند خلال الاسبوع اللي فات حوالين العالم كله. ولو انت مش عارف القصه بتاعتها خليني اقول لك ان الصوره دي كانت من مباراه اعتزال اسطوره التنس العالمي روجر فيدرر، واللي ظاهر في الصوره عمال بيعيط بشكل هستيري جنبه ده هو المنافس بتاعه طول الوقت وهو نادال، واللي كان بيبكي ومتاثر جدا باعتزال المنافس ليه. وكان اعتزال روجر حسس نادال انه بقى وحيد في اللعبه بعد سنين طويله من المنافسه بينهم، وده اللي خلى كثير من الصحف العالميه تعلق على المشهد ده بجمله واحده بس وهي اسطوره يبكي اسطوره. وبكده يكون روجر اعتزل لعبه التنس وهو في عمر 41 سنه، وده طبعا بسبب اصابه مزمنه في الركبه بعد ما فاز ب 20 لقب وفضل على مدار 15 سنه الاكثر تاثير في تاريخ اللعبه اللي هي التنس طبعا حول العالم كله. الحقيقه المشهد ده والصوره دي بيعتبروا مشهد اسطوري في الرياضه بشكل عام، وحاسه انه من اجمل المواقف اللي شفتها في حياتي. من زمان جدا واخبار وحياه الفنانين بتكون ماده دسمه لكتير من الاشاعات، مش في مصر بس لكن في كل العالم. دايما هتلاقي المشاهير والفنانين بيطلع عليهم اشاعات، فلان اتجوز، فلانه اتطلقت، فلان مات، فلانه عيانه وهكذا. ويمكن كلنا تقريبا تابعنا الايام اللي فاتت الاشاعه السخيفه اللي طلعت على الفنان الكبير عادل امام، واللي كانت بتقول ان هو مصاب بمرض الزهايمر. وبما ان الاشاعه دي كانت بتتكلم عن فنان كبير جدا فطبعا انتشرت بسرعه كبيره جدا، لدرجه خلت اسره الفنان عادل امام تطلع ترد عليه في اكتر من برنامج واكتر من جورنال، ولكن الاشاعه تنتهي؟ ابدا، فضلت مستمرة ومكملة لحد ما طلع الفنان عادل إمام بنفسه في تسجيل صوتي وقال فيه إن هو كويس وإن هو ما فيهوش أي حاجة وإنه قاعد في بيته مع أسرته وأحفاده وكمان بيستمتع بوقته. وطبعا الإشاعات اللي من النوع ده كتيرة جدا، وكلنا برضو تابعنا خلال الأيام الأخيرة الإشاعات الكتيرة اللي طلعت بسبب طلاق فنانين. السؤال اللي احنا جايين نناقشه النهاردة هو ليه ومين السبب وإيه الفايدة لما نقتحم الحياة الشخصية لشخص مشهور ونقول عليه أخبار غلط. قبل ما نكمل كلامنا تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونعرف رأي الناس في الشارع عن موضوع فقرة سكوب النهاردة ونرجع نكمل معاكم. السوشيال ميديا مش محكمة طبعا، معلاش، رقابة عالية جدا، المفروض نحجم السوشيال ميديا. طبعا مش اي حد يكتب اي بوست، اي حد بيكتب اي بوست كده بيسبب اشاعه كبيره من غير ما يتاكد من صحته. هم تقريبا هم اللي بيفتكسوها يعني ديت، يعني مثلا واحد مثلا ممثل او اعلامي مثلا الف المشاهدات وبتاع فبيعمل ضجه اعلاميه مش اكتر، اللي هو بحيث ان كله يعلى ياخد الترند، فولور بتاع، معجبين، ده كله بس مش اكتر. انا موقع بنزل اشاعه اخبط واحد مشهور عشان اكسب فلوس، عشان الناس يعني هتقعد بقى تخش ايه ده فلان الفلاني عمل كذا كذا. ما في ناس عايزه تشهر، في ناس بتشهر لما بالاشاعات مثلا. دلوقتي اليوتيوب او اي موقع يعني على النت، فاحنا بنطلع اي فيديو او اي اشاعه علشان نكسب فلوس او نربح منها فلوس عامه، ده في البدايه يعني. فمش كل حاجه صدقها على السوشيال ميديا، هي احيانا مش على طول يعني. لو بصدقها مثلا بصدق على حسب مثلا الصفحات الكتير، او لو لقيت نفس الكلام متشابه يعني. ومصدقش مثلا لو لقيت مثلا صفحه واحده او قايلين حاجه ما تصدقش. بس السوشيال ميديا عامه بيطلع فيه حاجات صح حاجات غلط، فيعني هو المفروض ان ده اللي بيحصل على طول، مش حاجه جديده يعني. ممكن يكون حد من الناس اللي هم بينزلوا في السوشيال ميديا بيحب ياخد لايكات ياما على السوشيال ميديا، بينزل اخبار غلط، بينزل حاجات مش صح، فالواحد لازم برضه يتحرى الدقه ان هو ايه يشوف الموضوع ده صح ولا غلط، بالذات على المشاهير يعني. والله على حسب الموقع اللي بينزل الاشاعه، احنا بنصدقها ومش بنصدقها، بس احنا كجيل، جيلي بالذات دفعتي يعني، فهي بتلفت انتباه اي حاجه بتنزل، سواء بقى حاجه مشهوره احنا بنحبها. هو كده كده السوشيال ميديا يعني بنسبه 99% منها اصلا اي حاجه كذب يعني، مش حقيقه، مش بتوصف الواقع الاساسي اللي بيحصل في الواقع يعني. مفيش حاجه بتحصل في الواقع الا اللي بيحصلها مع ربنا يعني. اي حاجه لازم الواحد يتاكد منها، يشوف الكلام ده فعلا صحيح ولا الكلام ده غلط، ولازم المعلومه تكون من مصدر موثوق. مش كل حاجه الواحد بيشوفها على السوشيال ميديا تكون حقيقه، وممكن تكون صح على حسب. هو ممكن بيطلع عليهم اشاعات عشان هم مشهورين، او ده ضريبه النجاح بتاعتهم ان هم لازم يطلع عليهم اشاعات.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا عن الإشاعات. وعشان نبقى بنتكلم بكل حيادية خلونا نقول إن في ناس كتير على السوشيال ميديا شايفين إن في بعض الفنانين بيكونوا هم السبب في الإشاعة سواء بقصد أو بغير قصد. يعني مثلا لما فنان يطلع يكتب على صفحته وكلام مش واضح قوي ممكن يتفهم منه ان هو عنده مشكله في حياته الشخصيه، ده بيكون سبب في الاشاعه وفي ان كمان ان الناس تتكلم. صحيح في ناس بقى بتاخد الكلام ده وتقعد تعمل عليه قصص وافلام، بس البدايه كانت من عند الفنان نفسه. طيب علشان نعرف اكتر عن القصه دي هيكون معانا على زوم الكاتب الصحفي علاء عادل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. في البدايه عايزه اسال حضرتك مين السبب في الاشاعات اللي بتطلع على الفنانين؟ في ناس بتقول ان في بعض الفنانين بيكونوا هم السبب احيانا في انتشار الاشاعه، وهل حضرتك شايف ان الكلام ده صح ولا غلط؟ هو كلام حقيقي طبعا صح جزء كبير جدا، ان احيانا كتير الفنانين هم اللي بيطلعوا على نفسهم الاشاعات بحيث هو الناس تبدا تتكلمهم تاني او تتكلم عنهم تاني. منها ناس بتستغل دوت عشان خاطر يكونوا داخلين على عمل جديد، فده بيعمل دعايه ليهم او بدايه دعايه ليهم عشان العمل بتاعهم الجديد كانوا خايفين منه او مشروع كبير يبقوا عايزين يجسوا نبض الجمهور عليهم ويبقى كلام عن الفنان ده، او ان هو حد يكون بعيد عن الاضواء ومحتاج يرجع تاني. في ناس كتيره بتستغل الموضوع دوت او مواقع او برامج كتير عشان خاطر الناس تتكلم عنه. وزي ما انت حضرتك قلتي مثلا مؤخرا الموضوع اشاعه الفنان الكبير عادل امام دي خرجت من برنامج كبير من اعلامي كبير هو اللي فضل الموضوع ده. يعني يعني لو لاحظنا ان احنا مثلا هتلاقي البرنامج ده مثلا ناس كتير ما كانتش تسمع عنه فتره طويله او ما عندوش حاجه ما تبدا الناس تتكلم عنها، فلما اتكلم عن موضوع عادل امام ده الناس كلها بدات تتكلم وتكذب الموضوع. يعني هما حضرتك بتحاول تقول ان ممكن يكون في برامج بتحاول ان هي تكون ترند او ان ترجع الناس تتكلم عنها تاني، فبيخلقوا اشاعه ويقعدوا يتكلموا فيها عشان يعني يظهروا مره ثانيه. بالظبط. واكبر دليل على كده ان شقيق الزعيم لما طلع ساعتها ويكذب نفس الموضوع ده في نفس اليوم برضه نفس الاعلامي طلع ثاني يوم واتكلم واكد على الموضوع وكان الموضوع ما انتهاش. فهو يعني الناس بتستغل ده عشان خاطر يقعدوا يتكلموا عن البرنامج بتاعه اكتر او انه يتشاف او يعمل نسبه مشاهده اعلى من الوقت ده. طيب خلينا برضو متفقين ان زي ما في بعض الفنانين يمكن يكونوا هما بيخلوا السوشيال ميديا تتكلم عنهم وبيصبحوا ماده ان الواحد يتدخل في حياتهم الشخصيه من خلال الصحافه او من خلال السوشيال ميديا عامه، لكن برضو في ناس ثانيه بتبقى يعني قافله على حياتها اكتر حياتها الخاصه وما بيكونوش عايزين ان الناس تقعد تتكلم عنهم والكلام ده كله. خلينا نقول ان برضو في ناس هي اللي بتطلع الاشاعات بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن الصحافه، في بني ادمين على السوشيال ميديا بيخلق اشاعه ولا لا؟ انا هقول لك حاجه للاسف هي بقت موجوده دلوقتي، ان شركات الانتاج مثلا بقت بتختار فلان على عدد المتابعين عنده على السوشيال ميديا او عدد المتفاعلين عنده على السوشيال ميديا او يروحوا يجيبوا ناس من ان هم على السوشيال ميديا عشان خاطر يمثلوا عشان خاطر اعمالهم يبقى معمول لها دعايه. فده ده جزء يعني الشركات الانتاج غلط فيه، بناء عليه بقى الفنانين او الشباب او اغلبيه الناس اللي مش معروفه بقوا بيعملوا ايه؟ يطلعوا على نفسهم حاجات او يتكلموا او بيعملوا اي حاجه على السوشيال ميديا عشان خاطر يتشافوا. يعني حضرتك عايز تقولي ان دلوقتي شركات الانتاج بقت تدخل تشوف الفنان عنده كام فولور بدل ما تشوف هل هو موهوب فعلا في اداء الدور ولا لا؟ لو هو هيجيبه في فيلم مثلا؟ شركات الانتاج دلوقتي لما بيبقى حد طبعا، وفي حد حصل كتير جدا والفتره اللي فاتت في عدد كتير جدا من وجوه الشباب تصدرت الشاشه تمام سواء السينما او التلفزيون بسبب عدد المتابعين بتوعها، مش عشان خاطر موهبتهم، في ناس قد موهبتهم 100 مره ومع ذلك محدش بيشوفه. يعني مش هنقول ان ده اللي بيحصل عامه، لان اكيد في ناس تانية بتختار الفنان على حسب موهبته، مش كل الناس بتختار على حسب عدد الفولور. بعض الشركات بس ده اللي مؤخرا بقى منتشر بشكل اكبر يعني. طيب هل ممكن في ناس بتقول ان بعض الفنانين بيكونوا السبب احيانا في ان هو يطلع على نفسه ترند علشان هو ما بقاش متشاف، ايه رايك؟ ممكن مش عشان هو ده حقيقي فعلا، بس مش عشان خاطر هو مش متشاف، بس في ناس بتحب انها تفضل في الاضواء طول الوقت، الناس بتحب الناس تتكلم عليها طول الوقت. الفنانين كبار جدا هم طول الوقت تحس ان هم بيخترعوا ترند عشان خاطر الناس يقعدوا يتكلموا عنه، بيفتكسوا بيقعدوا يعملوا حرحاجات ومواقف انت بتبص لها انها غريبه، بس هو عارف هو بيعمل ايه، هو عايز الناس طول الوقت تقعد تتكلم عنه. طول ما الناس بتتكلم عنه شركات الانتاج بتطلبه والاعلانات بتطلبه
بيفضل دايما في الاضواء، فده بالنسبه له مكسب. ويعني بس برضو في ناس تانية بتطلع تتكلم عن حياتها لان هم بيحسوا ان هم بني ادمين وبيتكلموا عادي، يعني مثلا ممكن تلاقي واحده انت مثلا او واحد انت تعرفهم كويس مثلا زمايلك في الشغل او اي حاجه، وممكن يكونوا مش مشهورين وحاطين على السوشيال ميديا ان هم متضايق من فلان او متضايق من علانة، فالفنان ممكن يكون بيعمل نفس الحاجه، هل تعتقد ان ده صح ولا غلط؟ وللاسف يعني السوشيال ميديا بقت مفتوحه على البيوت وعلى المشاعر وعلى العلاقات الانسانيه والاجتماعيه بشكل كبير جدا، سواء فنانين او اشخاص عاديه. وللاسف الاكبر كمان ان الفنان هو قدوه للفنان للاشخاص العاديين، فالناس لما بيلاقوا فنان بيتكلم او ان هو بيكتب حاجه بتاع بيبقى عايز يقلده، فبيبداوا ان هم يعملوا زي الفنانين بيقعدوا يتصوروا كتير جدا وهم واسرتهم او هم في سفريات او هم في الساحل او في ناس كتيرة جدا بتبقى عايزه تعمل ده زيهم، فبتبدا انها تقلده، فبدا الموضوع ينتشر بالشكل اللي احنا شفناه. كل واحد بيفهم السوشيال ميديا على دماغه هو مش على الحاله اللي انت كاتبها. بشكر الكاتب الصحفي علاء عادل، ميرسي جدا على المداخله. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب، خلونا نروح دلوقتي نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل حلقتنا. وجي معادنا مع السوشيال لاب اللي بنشوف فيه ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وايه اكتر الابليكيشنز اللي بيحبوها. تعالوا نشوف منى شلبي بتستخدم السوشيال ميديا ازاي. هنبدا بتويتر لانها متفاعله عليه بشكل كبير، وبيتابع منى شلبي على تويتر 1,400,000 متابع، وهي بتتابع 218 اكونت، ونشرت لحد دلوقتي حوالي 776 تويت، واخر تويت نشرتها بتنعي فيها وفاه الفنان هشام سليم. من تويتر للإنستغرام بيتابع منى شلبي 3,200,000 متابع، وهي عاملة فولو لحوالي 206 أكاونت، ونشرت لحد دلوقتي تقريباً 277 صورة وفيديو. أكاونت منى شلبي معظمه صور لشخصيات اللي مثلتها وبوسترز لأعمالها، وكمان صور لرحلاتها لأنها بتحب السفر جداً. والمعروف عن منى شلبي علاقتها الجميلة بمعظم الوسط الفني، فلقينا إنها نشرت أكتر من 30 صورة بتجمعها مع الفنانين وأصحابها، وآخر بوست نشرته صورة مع الفنان كريم عبد العزيز. منى شلبي بتكون حريصة على حضور المهرجانات الفنية، فلقينا أنها نشرت أكتر من 20 إطلالة في المهرجانات. وبكده نكون عرفنا منى شلبي بتعمل إيه على السوشيال ميديا. كل يوم في الحياة بيكون فيه جديد حوالينا، الموضة كمان كل يوم بيكون فيها جديد، وطبعاً في ستات كتير بيكون عندهم هوس بالموضة واللبس وبيكونوا متابعين ليها بشكل دايم دايم دايم، وعايزين يعرفوا كل الجديد في عالم الموضة وإيه الترند اللي فيها. وبما ان احنا داخلين خلاص على الشتاء، فاكيد في كتير مننا عايز يعرف ايه هي الموضه السنه دي وايه هي الالوان والستايلز الخاصه بموضه الشتاء السنه دي. وطالما ان احنا هنتكلم عن الموضه، فمش هنلاقي افضل من مصممه الازياء العالميه فريده طمرازه، واللي منوراني النهارده في استوديو ترانز. ازيك يا فريده؟ ازيك يا ريهام؟ انا اليوم اللي انت دايما بتيجي معايا فيه الحلقه بجد بكون مبسوطه. وانا كمان يعني والله العظيم اي لاف ذا بليس، كنت لسه بقول لك يعني. حبيبتي يا فريده، انا مبسوطه قوي بيكي من الشغل اللي انت ليكي عاملاه، حاجه تشرفنا بجد كلنا كمصريين، وقد ايه ان بيبقى في اسماء مصريه طلعت للعالميه، وقد ايه يعني وبقالك فتره مش حاجه من قريب، وحاجه الواحد بجد بيفخر بيها. ميرسي والله، ده شرف ليا. انا هسيبك النهارده انت اللي تحكي لي على كل حاجه، يعني انا هبتدي معاكي اول حاجه بالموضه، بعد كده ندخل بقى على المهرجانات. عايزه اعرف ايه هو الموضه بتاعه الشتاء ده. بصي، انا كنت دايما بقول انا مش ماشيه بكونسبت عامه، يعني في الفاشن دايما بقول الموضه اللي حلو عليكي. يعني مفيش، ما اقدرش اقول في طبعا جنرال نوليدج بكل سيزون ايه الالوان اللي هتبقى يعني دارجه بالظبط باينه ومستعمله، هتستخدم في الاوتوم وينتر كولكشن اللي هو مثلا الشتاء. الشتاء دايما معروف بالدفء، بالنبيتي، الاخضر الزمردي، الازرق الرويال بلو اللي احنا بنسميه الازرق ساعديني، الازرق مش عارفه اللي هو الكتريك بلو، الرويال بلو، رويال مش عارفه اسمه بالعربي. وفي طبعا القماشه اللي زي الفلفت والاسود القطيفه. الاسود انا بالنسبه لي هو ملك السنه. انا كمان انا بحب يعني الاسود، يعني هو مش مرتبط بسيزن. البلاك اند وايت اكتر، هما لونين
اللي مالهمش علاقه بالسيزون. انا لابسهم لك اهو النهارده. أيوة. على بعض شفتي القمر جت بالصدفه مش عارفه ملوش علاقه بالسيزون. بيمشي في الشتاء والخريف. الكولكشن بتاع الشتاء والخريف بيمشي في الصيف لانه في طرق كتير ممكن تلبسي بيها الاسود تخليه شتوي وتخليه صيفي. بالزبط. هي اكتر برضو الديزاين عامل ازاي. لان انا اختصاصي في الاوت كوتشور مش الموضه العامه مع اني بحبها. انا اختصاصي الموضه اللي هما بيسميها النيش فاشن اللي هي الفساتين التفصيليه اللي هي باعلى جوده الازياء الراقيه بيسموها بالعربي. فدي دايما بقول اللي هي بقى بتاعت راك كاربتس وحاجات كده يعني. طب فريده انت عملتي حاجه في الفاشن ويك؟ الفاشن ويك بصي احنا الفتره اللي فاتت من بعد الكورونا طبعا كان مهم جدا ان احنا نبقى عاملين كرايسيس مانجمنت اللي هي طبقا للظروف اللي حصلت في العالم طبعا ازاي نقدر نتماشي. فركزت ان انا اعمل ماركتنج اسمه نوع من الماركتنج اسمه الجوريلا ماركتنج اللي هو التسويق على شكل الجوريلا. فعملت حاجات غير تقليدية. أنا عملت 16 شاركت في 16 أسبوع موضة حول العالم. واو. فقررت من بعد الكورونا أن أنا هاخد طرق غير تقليدية. أولهم أن احنا عملنا فاشن شو ديجيتال أونلاين وكنا أول براند عربية بعد الكورونا بثلاث شهور تعمل الفاشن شو ده. بعدها عملنا أول فيلم وثائقي وده اللي نزل في شهر 5 اللي فات. اكتشلي في شهر 6 هو ما نزلش لسه. انا عملت له بس بريمير افتتاح كانه في جيست ليست اللي هم تمرازة كلاينتس وتمرازة ستارز بقى لهم 10 سنين بنحكي على الستراجلز المشاكل الامكانيات الاتشيفمنت التحققات اللي قدرنا نوصل لها المايلستونز الكبيره اللي قدرنا نوصل لها في الفيلم ده. ورينا ازاي الموضه اتطورت في مصر وازاي الموضه المصريه اتطورت في العالم. فده كان اول فيلم وثائقي في الوطن العربي. ده اتعمل في شهر 6 اللي فات كان فيلم قصير. وانا دلوقتي بنيجوشيت مع كذا قناه وكذا برودكشن هاوس انها تاخده لانه هو فيلم واحد من نوعه وكل اللي جم سبيشالي ستات لانه بيحكي قصه ازاي الستات تمكين المراه مهم لانها هي عنصر مهم في اي سوسايتي في اي ثقافه في العالم لانها هي اللي بتاخد بالها على البيت هي اللي بتاخد بالها على العيله الاسره الشغل فعليها عبء كبير لكن هي مش 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 كائن كبير وعضلات فدي حاجه كانت بالنسبه لي لازم احتفل بيها طبعا. فعملت الفيلم اسمه 10 years of evolution 10 سنين من تطوير وبيقدم كونسبت اسمه evolution of the eye تطور انا اللي هو بيحكي قصه الست اللي عايزه تكافح اللي عايزه تنجح اللي عايزه تعيش حياتها اللي عايزه تبقى ليها بيت وزوج ويعني لانه دايما عندنا في اي سوسايتي بيربط ده بده لو عملتي ده يبقى مش هتعرفي تعملي ده طبعا. هو صعب بس هو ممكن طبعا. يعني حاجه مش مستحيله. فحبيت ان انا احكي القصه دي. وفي نماذج كتيره جدا بيكونوا ناس بتشتغل وناجحه جدا في شغلها وبرده ناجحه في بيتها واخده بالها من ولادها ويعني مظبوط. ما انا عشان كده وريت النماذج دي في الفيلم. فريده احكيني عن مهرجان الدراما. انت كنتي ملبسه نجله بدر نيلي كريم ومين كمان وريهام عبد الغفور. أوكي. ريكو حبيبتي. المهرجان الدراما انا كان تقريبا نجله بدر من اللجنه التاسيسيه للمهرجان فحكيت لي عن المهرجان من بدري وقالت لي انه مهم جدا في الدراما وكده فحبيت ان انا اونستلي لانه اول كان اول ريد كاربت للمهرجان فكنت عايزه اروح لحاجه سيمبل حاجه هاديه وفي نفس الوقت مختلفه يعني حتى بالنسبه لفستان نيلي كريم مثلا عشان الصوره باينه قدامنا انه فستان نيلي كريم الجامب سوت بتاع نيلي كريم كانت واخداه مني من سنتين وده اكتشولي ثالث مره تلبسه. انا دايما يعني بنبسط جدا بالطريقه لما اللي نيلي كذا مره بتلبس الحاجه كل مره بطريقه مختلفه تماما. أوكي. يعني لبسته قبل كده في ريد كاربت بره برده بس عمرك ما هتعرفي ان ده هو ده ان ده هو ده. يعني انا ما كنتش عارف انها تلبسه لما شفت الصوره ولقيتها عامله التاج انا بصيت قلت ده اني واحد ده اني تمرازه ده نسيتي اساسا لانه هي لابساه بطريقه مختلفه تماما عن ان انا متوقعها كرييتيف هي فيري كرييتيف. نجله بدر
كنت عايزه اقل ده من كولكشن ايفولوشن اوف ذا اي 2 اللي ده هي ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. لا دي ايفولوشن اوف ذا اي 2 انا عامله بقى 1 و 2 سيكوال اكنك يعني ولسه هينزل 3 و 4 كمان سنتين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديها طول العمر. ف ايفولوشن 2 هو زي ما بحكي لك هو برضو قصه مراه عايزه تبقى مهتميه بنفسها وفي نفس الوقت تبقى بتشتغل وبتنجح. فهو الفستان بسيط وقايم على الفيت والكات والشيفون بتاعه طبيعي 100% فناعم جدا ومريح وهو في حقيقي ايفولوشن اوف ذا اي يعني قصه تطور. انا بالنسبه بقى طب قبل ما ندخل على ريكو بقى احنا الفستان لما انت بتلبسي سيلبرتي في اي مهرجان او اي حاجه انت اللي بتحددي له ازاي يعمل ستايل شعره كده عشان يليق مع الفستان؟ بالنسبه لنجله بدر لانه انا نيلي انا كنت اعرف نجله بحب يعني انا قعدنا مع بعض زبطنا طلعنا ريفرنس للشعر قعدنا نشوف جولري اي وونتد يعني انا حتى قلت لها عايزه الشعر حاجه مختلفه لان الفستان سيمبل انا لسه هقول لك انت قلتي هو شكله سيمبل قوي فلازم اللوك يكمل بعضه قلت البيت وايلد وشكله فظيع لايق جدا مع الفستان ان هي عملتي كونتراست مش موجود مظبوط هو ده اللي انا كنت فعلا عايزه احققه. وبالنسبه بقى ريكو طبعا ريم عبد الغفور غير انها صديقه ويعني بنقول ستار اوف تمرازة وبقى لنا سنين كتير انا كل مره بحب اظهر ريكو ريهام بطريقه مختلفه لانها بيليق عليها الاختلاف يعني مره نعملها جاون ورويال يليق نعملها فيري ادجي يليق كلاسيك يليق فيمينين يليق باورفل يليق ف اللوك ده مختلف عن اي لوك عملناه بس اللي يجمعهم الثلاثه يعني عايزاكي تبصي عليهم كده اللي هي ايه التمباورمنت اللي هي تمكين المراه صح شايفه الثقه هم كمان واقفين بثقه مش طبيعيه الفستان مخليها الصوره بتنطق بيه ما هي دي الميشن بتاع تمرازه هي دي هدف تمرازه يعني انا عايزه اقول لك لو عايزه بقى تاخدي يعني برضو اكزامبل مثال رهيب لده لو يعني قدرنا طبعا الموضوع لو هدخلتوها اي يوم مداخله هي برضو ستار اوف تمرازه اميره سليم السوبرانو هي عايشه في فرنسا وكانت عامله في موكب المومياوات غنت أيوة في موكب المومياوات اللي هي الاغنيه الفرعونيه فكانت كل مره بتقول لي يا فريده وهو ده هو ده اللي بيحمسني هو ده اللي بيخليني اكمل هو ده اللي بيخليني طول الوقت عايزه افكر بطرق غير تقليديه يا ريهام فلما واحده تكلمني تقولي انا حسيت ان انا عايزه يعني امسك المسرح كده احساسها بالفستان لانه الست بتعدي بضغوطات كتيره قوي في اليوم الطبيعي صح فلما حاجه بسيطه زي دي تمكنها في شغلها انها تقدر تقف ما هو في الريد كاربت ده جزء من شغلهم جزء من نجاحهم ان هم يقفوا بالثقه دي ده نجاح ده نجاحهم هم نجحوا جايين النهارده بيعرضوا في المهرجان اللي هو مهرجان الدراما شغلهم فأميرة سليم تقولك بقى تقولك بصوتها كده هي لانها لما بتقولي الكلام انا مش عارفه اقوله لما بتقولي الكلام انا بأشعر بقولها هو ده اللي بيخليني اكمل. طيب فريده انت لبستي ناس كتير قوي على الريد كاربت في الجراميز والاميز ومكسيكان ريد كاربت اووردز صح وعايزين بقى نعرف احساسك ايه وانت بتطلعي ناس على الريد كاربت عالميا كل الناس قاعده وبتتفرج حالا على فستانك. بصي انا اول مره لبسنا هوليوود ستار كانت بالنسبه لي انا مش مصدقه نفسي قلبي بيدق جامد قوي لانه كان حلم لانه انا فاكره حتى نزلت في انترفيو كبير جدا في الـ في الـ في الاهرام حلمي اني اوصل للاوسكارز بعدها كنت فاكره ان انا هوصل للاوسكارز حتى في الانترفيو قلت لها كمان 5 سنين بعدها بست شهور سبحان الله يعني اجتهدنا وقدرنا وبعت فساتين بس كانت بتتقارن مع براندز عالميه فانا ما كنتش متخيله انه الكرياتيفيتي هتتعدى الاسم يعني هما بالنسبه لهم اختاروا فستان كرييتيف ما يعرفوش اسمه اللي هو كان تمرازه جنب اسامي كانت كبيره جدا فانا ما كنتش متاكده ان هما هياخدوه فلما شفت فستاني اول مره اشوف فستاني على الاوسكارز من غير ما اعرف كنت قاعده قدام التلفزيون لقيت من بعيد واحده نازله من عربيه وشايفه اللولي جزء من اللولي اللي انا عملته من سنتين في الاوسكارز رحت قايمه قربت للتلفزيون رحت قاعده اعمل كده مش مصدقه قعدت اتنطط ومش مصدقه نفسي
للاسف بقت دلوقتي تشالنج. انا لبست دي في الاوسكارز كانت من 2015 تقريبا فترة، وكل سنه كنت حريصه ان انا البس في الاوسكارز. بعدها كيت هوفر، بعدها اول مره تيني بانوزين، تاني مره كيت هوفر، تالت مره شارنا بارجوس، مورغان ستورت، يعني كل سنه كنا حريصين لحد اخر مره كنا ملبسين في الاوسكارز. اوكي. والاميز والجراميز الاستمراريه صعبه طبعا جدا جدا، يعني كمان بيبقى عيب، فما بقتش احس بالنجاح. يعني في الاول بقيت اعمل واشوف، بقيت عايزه هدفي يا رب انفذها واجري واسعى، ويوم ما تحصل ببقى مشغوله بحاجه تانية، فما بقتش احس للاسف. بس طبعا احساسي بقى، لانه احنا الحمد لله دلوقتي الاستمراريه، يعني انا حريصه جدا انا وتيم تمرازه انه دلوقتي احنا وصلنا لحوالي تقريبا 400 انترناشونال هوليوود ستار وبوليوود ومكسيكان، منهم كاميلا كابالو، تايرا بانكس، اسامي حقيقي عالميا بيتعاملوا مع براندز عالميه. وكمان الفنانين المصريين لعلمك دلوقتي عندهم بيتعرضوا لبراندز عالميه كتير، ان هم يفضلوا لسه حريصين انه البس من تمرازه، او يبقى بيختاروا ما بين تمرازه مثلا وهم قادرين يوصلوا لبراندز عالميه من بره. دي برضو في حد ذاتها قوه، لانه هو الهدف مش ان انا افسر فستان، الهدف انه يبقى في براند مش قايمه عليا، قايمه على البراند. احنا كلنا في تمرازه عندنا نفس الكالتشر بتاعتي، لان احنا اسمنا تمرازه ترايب. قعدتي معايا هتلاقي نفس الكلام ده، قعدتي مع زميلي هتلاقي نفس الكلام ده، مع زميله نفس الكلام ده، من مديرين الديبارتمنتس للسبيشالست للكوردينيترز. انا تمرازه ابتديت لوحدي، فدخلت كل الديبارتمنتس، فبقيت بقعد اعرف كل واحد بيعمل ايه بالظبط. فده تقريبا كان سر الاستمراريه، ان انا في الاول قعدت، ما انت فاكره يا ريام قعدت 6 سنين بيسموني وان وومن شو، صح؟ عشان كنت بتعملي كل حاجه، اقابل الكلاينت واكلم الكلاينت واحاسب الكلاينت وافصل للكلاينت وارسم للكلاينت، كنت بتعملي كل حاجه بجد من اول اي حد يدخل عندك لحد ما بيروح، انت كنت بتعملي كل حاجه وقتها يعني. بس الحمد لله دلوقتي في تمرازه ترايب. طيب كلميني شويه عن الفوتو سيشن بتاع مي عز الدين. احكي لي ايه اللي حصل. لا قولي لي ايه اللي حصل كمان يعني behind the scenes كده. مبدئيا انا مي قعدت معاها من زمان، وحتى عملنا تتر كان مسلسل في رمضان تقريبا من 5 سنين. انا كنت سربرايزد، انا اتفاجأت ان الشخصية اللي انا بشوفها في التلفزيون هي الشخصية اللي انا قاعدة معاها. ليه بقى؟ لانها انجلش بيرفكت، عربي كلامها مرتب، غير الشخصيه اللي بتشوفيها اللي واصله للجمهور كله اللي على التلفزيون. فيري كلاسي، مواعيدها شارب، بروفيشنال جدا، مرتبه جدا، محترفه جدا. انا يمكن اول مره اقول ده عن اي حد، بس هي حقيقي، لانه دايما ببقى اتعاملت مع فنانين كتير، دايما بيبقى الكاركتر اللي بتقعدي معاه قريبه، الصوت، اللهجه، البصات. لا دي اندل على شيء، انه دل انه هي بجد بتقلب الكاركتر وبتذاكرها كويس جدا وبتبقى شبهها، لدرجه ان انا اقنعتني انها سلمى، واقنعتني في عمر وسلمى، واقنعتني انها مع الليمبي الدور اللي هو لا، لكن انا اللي انا شفتها واحده تانية خالص. قلت لها بعد اذنك يا مي انا عايزه اعمل معاكي فوتوشوت، عايزه اوري مي الستوري اوف سكسس، مي بذوقها، بشعر مي، بوش مي، مي شخصيه مي وشكل مي اللي محدش يعرفه على الحقيقه، صح؟ بلبسها، بطريقتها، يعني حتى الانستجرام بتاعها مش موري مي، صح؟ فقلت لها اعمل لك فوتوشوت هاي اند لكجري الوان، وبرضه هي بتحكي قصه مراه فيمينين، ست حلوه وست ناجحه وقويه وحاجات كتير. فالحمد لله انا مبسوطه جدا انها قبلت انها تعمل الفوتو سيشن ده، وان شاء الله الجايات كتير ان شاء الله، لانها بقول لك حتى احترافيتها في الدقه والتفاصيل حاجه مشرفه اونستلي. انا هسالك كمان عن البرايدل،
عايزه اعرف ايه الجديد لسه، الضيق ولا المنفوش بالزياده زي ما احنا بنشوف؟ انا عايزه اسرق منك كام تيب علشان الناس اللي بتسال كتير عن الموضوع ده، عايزه اخد منك تيبس عن البرايدل، وعايزه اخد منك كمان اعرف منك المحجبات. اوكي بصي، انا البرايدل بيبقى دايما كل ست من وهي صغيره عندها فكر انا فستان فرحي عامل ازاي. طبعا قليل قوي، برسنتج قليله قوي لما بتلاقي عروسه مش عارفه داخله ملهاش اي بريفرنس. ده بيبقى يوجولي اكتر في السواريه عن فستان الفرح. فستان الفرح اهم من ان هو يكون فيه تيبس لفستان الفرح او موضه، لا، فستان الفرح ده حاجه صور بتعيش في العمر في البيت. فلازم يكون حاجه انت مرتاحه لها، حباها، اول ما قستيها قلتي الله ده انا، ده انا، فهو ده فستان الفرح بالنسبه لي. ف بس انا بشوف فساتين الفرح بطرق مختلفه، عشان كده حتى هتلاقي على تمرازه انا لانه هي براند، احنا بنعمل فساتين افراح، بس ده مش يعني مش هو ده التركيز لشكل تسويق البراند، بس احنا تخصصنا الاوت كوتور، والاوت كوتور اهمهم فستان الفرح طبعا، فانا فهو من تخصصنا، بس انا بحب اعمل فساتين فرح مختلفه. انا بزهق بسرعه وزهقت من الشكل اللي انا بشوفه، اللي هو الواحد اللي هو كله منور من فوق لتحت، منفوش طوله، مش عارفه، مش قادره امشي، مش قادره ارقص، مش قادره انبسط يوم ليلتي. انا بقى هسالك سؤال قبل ما تكملي، مين اللي عمل لك فستان فرحك انت؟ انا طبعا. بجد؟ اه والله. كنت ساعتها ابتديتي يا فريده؟ مش فاكره انت اتجوزتي من بقالك شويه. انا كنت عامله فستان فرحي وفستان فساتين المعازيم كلها. لا ده حقيقي. لا انا كنت عامله طبعا فستان فرحي، كنت عامله اتنين، وقبلها عملت كذا واحد، ما كنتش عارفه انا عايزه ايه، لانه دايما الناس طبعا هي اللي بتقولي عايزه ايه، فعملت واحد وهديته، وبعدين لقيته مناسب جدا للفاشن ويك، رحت منزلاه في اسبوع الموضه في نيويورك، بعدها بسنه ونص عمل ضجه رهيبه، نزل على كفرز لمجلات عالميه في امريكا، بس ما كانش انا، بس عملت بقى فستان فرحي طبعا، وكنت كان فيري ديفرنت، يعني كنت حاطه كريستلز سفاروفسكي بطريقه فيري ديفرنت، قعدت التدريس بتاعه نعمله 3 شهور، يعني اديته لتيم من التيمز بتوعي ونسيته، قعدت اشتغل 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 وكل شهر اسال عنه. يعني برافو. انا ما جاش في دماغي ان انت، لان انا فاكره ان هو كان من شويه حلوين. لا لا لا، ما احنا دلوقتي دخلنا في 11 سنه يعني. صح، الوقت عدى بسرعه قوي. أيوة. قوي. ايوه فريده، بجد بنبسط لما بتكوني معايا في الاستوديو، يعني متشكره جدا ان انت جيتي النهارده، وانبسطت قوي معاكي حبيبتي. وانا كمان ثانك يو. ثانك يو يا فريده، وامتعتينا وعرفتينا ايه اللي بيحصل الفتره الجايه، وان شاء الله اشوفك تاني قريب. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، واشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.